السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع الذكاء الصناعي موضوع جميل جدا وينتج عنه مشاكل قانونية. يعني سبيل المثال، لو أنا دخلت على موقع وكتبت كم كلمة فطلع لي صورة، تمام، وخدت الصورة ديت ودخلت بقى مسابقة وكسبت المسابقة، تمام. في مسابقات حاليا منعت دخول أي صور مستخدم فيها الذكاء الصناعي. ليه؟ لأنه عايز يشوف إبداع الناس، فيفاجأ إن حد كل ما عرفش يستخدم ولا برنامج من برامج ولا عنده إبداع، مجرد بس قال كم كلمة كده طلعت له صورة، فده يصير علامات استفهام وعلامات تعجب كتير قوي. طيب، وحتى الان المواقع مش عامله مشاكل، لكن لما حد يفوز بجائزه مقدارها مليون دولار مثلا، اكيد المواقع دي هترفع قضايا وهتطالب ان بحقوق الصوره دي تبقى تبعها كوبي رايت، تمام. يمكن عشان ما فيش حد لسه فاز بجائزه كبيره ما فيش مشاكل لم تظهر، انما صدقوني اول ما يبقى فيه فلوس الموضوع هيختلف. في مصور قبل كده كان ساب الكاميرا بتاعته وجي قرد ودس على الزرار وصور نفسه، فالصورة دي فازت بجائزة حلوة، فهو راح قال دي الكاميرا بتاعتي فانا عايزينها. قال له اه، بس انت لا اخترت الكادر ولا صورت ولا كنت موجود، تطالب بها ازاي؟ فحصلت مناقشات قانونية في القصة دي، هل هو من حقه الجائزة ولا القرد هو من حقه الجائزة؟ طب ما القرد ما بعرفش يصور، تمام. فالذكاء الصناعي بيطرد ناس كتيرة جدا من السوق ومن المسابقات.